دلك ابو الميت حبيبي يا اخي والله طقت روحنا، يعني لا شغل لا عمل، ربع ما بجيبنا. هاي العالم صادت دكسارات وخلوا لها محلات وعماير، الا احنا فقر. ايه ووجعي شني خنفوت بيها بالبيت ميدو بالك وين؟ والله ما ادري، خلي نفوت بيها، نريد نصعد حالنا حال الوادم. خاف حرام. لا مو حرام. والله شوف لنا شغله هسه، ما علي انا. ابو الميد شنو سالفتك؟ يلا مشينا. اقول لك اللي هسه احنا راح نفوت بيها ونفوت بيها. شنو هي؟ كوفي؟ لا يا كوفي، ها نفوت بالحرام، احنا نريد نصعد. زين هاي وداعتك شنو؟ شغل عقلك، لا تقول لي خلي نفوت بالحرام، احنا نريد نصعد. جاي اقول لك يعني شلون؟ خليها علي، ذبها وراك؟ ذبها وراي، يلا امشي. جاي اقول لك يلا امشي. سيارة ما بيش خير، ما بيش خير، والله تعبتيني. الله اكبر عليك، شو اسوي لك بعد؟ كون ابيعها؟ ابيعها واخلص. حجي انا خفص من بين العبان، اروح من سيارتك. خفص انا بلاقي خفص. السلام عليكم. عليها شراي. عليكم السلام ورحمة الله. الله مولانا. اهلا وسهلا. شلونك مولانا؟ الحمد لله. دوم ان شاء الله. تعبان انا ترى، بالي يعني ما اعرف حتى. خيرك خيرك. السيارة هاي متعبتني، غير ارجي واحد شراي يجي عليها وابيعها. شو تسوي يا عم؟ الله يساعدك. عمي انتم مو منا، ما شايفكم. خالي احنا هنا قريبين، قاعد نجدد. اهلا وسهلا. يا خالي احنا جايين نشتري السيارة. اي عمي اي اي الله يخليكم، خوش سيارة خوش سيارة، صدق متعبتني بس ما اعرف لها. ايش قد سعرها تقريبا؟ عمي رايدها ب 80 ورقة. اجت عدلة، احنا هم عندنا 80 ورقة. صدق؟ ايه. يا عمي تفيدكم تفيدكم؟ فيدنا فيدنا حجي. اي والله يا عمي لين كلش تعبتني. انا شطيتي لك لك فاهي، انطيني ام الشايب. شنو هاي؟ ام الشايب؟ طيني بسرعة يلا. عشان اعذرنا شوي احنا نصيح وهاي. والله والديكم. والله والديكم. بعد ما يحتاج احسب. لا لا انتم مبينين خوش اولاد وهاي. ما يحتاج اجيله. عم السويتش بيها. ها؟ وان شاء الله هذا بيتنا. هذا هذاك شوف هذاك البيت. هذا هو. ذاك الباب الاحمر هو هذا بيتنا. هذا هو. يبدو ما تردون تعالوا حولكم. هذا هو. بطن هالسويتش في امان الله عمي ودحناكم. السلام الله وياك. الله وياك. وصى ايديه. اصعد. الف الحمد لله والشكر، من بعت السياره وخلصت من ابهي. والله واليدات خطيه يسترزقون بها الله، خل احسب الفليسات استحيت احسب هنا قبل. شنو هاي؟ لا باطل باطل، راحت السياره وراح الفلوس، خل الحقهم. شفت هاي صدمه السياره شلون هي؟ ببشي كلش طيب هو كيف جاي احكي وياك على السياره مو على البيبسي، هاي خرا. ها اقول لك انا محتار بشغله صعبه هاني، بس اقول لك الفلوس مين جبتهن؟ الفلوس مين جبتهن؟ احكي عدل اول شيء. اي يلا. والفلوس موجودات جبتهن ضبه ب 1000 دينار، باطل كذبيات هذن. يعني الحاج طرحنا زوج؟ الحاج طرحنا زوج وهو خطيه، هذا بيتي واي شيء تحتاجون تعالوا لي. خل نروح له انقل اذن باطل. انشب لك؟ تريد تفضحنا؟ شقا وياك ريس. باي. ها. على هاي فهاوتك. ايه. الا اسويك عملاق مال انتقام، الا خليك تنتقم من العالم كلها. اوجع لا تقضي علي. امشي يلا امشي. شنو رئيس شنو؟ خوش صيده لقينا. ماكو ولا زاجل ولا شيء. لك يا زاجل هذول قبالنا لازم نبوقهم. بوعلهم كاشخين. لا تقول لي بوعلهم كاشخين. الك يلا. نحكي وياك بالخطه قبل لا اروح لهم مطي. وعلى شو كاشخ مبين طاق لازم نبوق الجنطه مالته. يلا مشكله. ضم المسدس، اكو واحد يبوق جنطه ياخذ مسدس؟ ضمه. شو اقول له ما رخصتك تعطيني محفظه؟ ضمه جاي اقول لك. شلون هسه نظام مسدس يتضم؟ فوق. من وراه كل خير ما راح يصير براسنا. امشي رئيس لا يعرفوني. امشي فاهم. امشي لنا. وهاي السالفه ما بيها. اقول لك علاوته هو ما شاف مباطل، اكو واحد يبيع سياره وما ينتبه على الفلوس. ايه السالفه؟ ابوك ما ينتبه؟ اك اجرتك ثقله. شنو السالفه ايش ثقله؟ ايش حاط لي بس الفلوس؟
سلام عليكم. عمو كيف تطير؟ ابن عندك والله ما ابن عندك ابن عندك خجلته خجلته جيبه هذا ما يقبل. يريد يدافع على صاحبه ابو الميد. هيك طلب الامر بالمسدس. لا لا وقف. جيبه جلطه ولك. هذا ما يعطيك الجلطه. مو جلطه هذا اخذوه الجلطه. لا لك بابا غير تنتبه على الفلوس. غير نشوفهم يومهم ونشوف الفلوس. شبابا شو تسوي بعد؟ اجوا لي وخوش ولد ومبينين اصحاب عوائل ومرتبين، امنت بيهم، قشمروا علي اعطوني الفلوس وانا بالطريق راجع للبيت احسبن ولن يطلع باطل، شو تسوي بابا؟ ان الله. عمي ها بقوم لك وخذ الجلطه. ايه وين الربع علوي؟ لا لا علوي. والله وين هسه هم؟ هم راحوا ايش؟ اثنين شباب منا؟ ايه ابقى هنا ولا امشي. استاذ ناصر انا هسه ظليت صافن وما اعرف شنو احكي وياك. استاذ ناصر انا بالله وبيك يعني سيارتي راحت وطوني فلوس باطل وشردوا زين وما لقيتهم وانت جبتك اللي هنا وسولفت وياك انت هم جيراننا وهم نفس اخونا زين. فاستاذ ناصر بالله وبيك اريد وليتي بس يطلع كل شيء ما اريد من الدنيا. السياره تولي الفلوس تولي. انت تدري استاذ ناصر هسه حتى اولادي يعني بالبيت اخاف عليهم. لا تخاف حبيبي ابو بلال ان شاء الله احنا عندنا السالفه وتدللون ونحاول بقدر ما عندنا جهود انه نحصل ابنك وبها الخير. وانت ابني هم يدير باله ان شاء الله. دير بالكم على والدكم الوضع مو كلش امان. دير بالكم انتم بعد وظلوا مطمنين ان شاء الله الوضع عندنا ماكو شيء وصحيح بي خطوره شويه بس تدللون ما بيها. يلا احنا رخصناكم. بالسلامه بالسلامه استاذ ناصر. اي يابا شفتوا اليدي هذا استاذ ناصر خوش انسان وان شاء الله الشرطه في خدمه الشعب. يلا وليدي خروا. بابا انا ما اسكت على هذا الموضوع اللي تمت راس خيط. بابا يا راس خيط الله يخليك خلي الشغله ورا الدوله. احنا وين وين الانتقام من العالم؟ احنا ناس على قد حالنا يا وليدي. خلي روح ابقى قاعد بالباب مو تروح منا منا. عافيه. انا اتصرف بهذا الموضوع. اخوي علاوي انخطف وانا اسكت خوش. شوف عمود شوف هاي انا واخوي بس احنا المشوق. شوف ولك احنا اهل التفل ترى اهل التفل. شوف الرن شوف حمود يقوم رجل البيت. علوش انت ابن عمي يعني ابن عمك مخطوف وتنبدل هنا وكاشف وهاي. شوف هذي ولك انا علوش انا دور طلايب النوبيات تجي للطلابه. السلام عليكم. وعليكم السلام. خذوا رفع عليك انا سنده. عبيش رح جيب سلاحك ومشيني. اكو مشونا انا هذا الموضوع ما رد ابوي يدري بيه. ما لك غرض. هاي يلا ما لك غرض مشينا. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ خل حبيبي شاي جاي نملته. ها حبيبي والله ما والله ما جاب والله ما ايش بس فور قوم عدل جيب النقاط. ما عاد والله بس جيب الفلوس. جيب الفلوس جيب الفلوس. شو تريد؟ موتتني من ساعة ناهك. شو تريد؟ احكي احكي. بس افتح ايديك بس افتحن. ما افتح ايديك اليوم اخليك تموت. لو يجيبوا لي فلوس لا تموت. هذا ميدو وين صار؟ راح يطيح لنا مشكله ادري بيه فاهي. وطار طار بصيد وطار على وعمه. وين كنت؟ وين كنت؟ عجبك انا صايد كلش مضبوط. اخذ هذا بيدك. سلبت واحد فاهي تربايتك انا رئيس. وهاي ورقتين بعد شو تريد؟ هذا ابو الميد؟ اي طبعا. ها اتاكد. شوف ما توقعتك هيك رئيس. عود من هاي السالفه. كبرت بعيني هسه انت. هسه هذا صار له يومين يمني. شو يسوي بيه؟ لا جايبين لنا فلوس هي. لا اهله يسالون عليه لا واحد يهد وراه. شنو ما تقول لي رئيس؟ مودي الاهل عارف يا رويد. يعني اسكت. لا اهلك شد حقك احسن لك. رئيس مكاننا مشبوهم. شنو احنا لازم نغير مكان. اي كل ساعه ناس جاي يمرون علينا. قوموا لك عبسي هذا علوي الجبان ما يجي شاف مسدسات وهاي. خل نروح احسن لنا. لا هذا بطل السجي. هذا وجه اهلا. يا اخوي تملف مين؟ انا ما اتكلم ما اخاف من الحكومه. يلا شوف يلا شوف يلا ما دام الرئيس ماكو ايديك افتح حسين. وين وين؟ اي ولي ولي انا بك ابو الميد. شنو رئيس فيك؟ ولد عمك كلهم متحزمين علينا هذولي. شنو؟ متحزمين ولد عم علي انا يردون يقتلونا كلهم مسلح. ولد فاهي شنو كبر السلاح؟ هاي كتله وتخلص من عنده ولا شنو؟ لا رئيس خطيه. خليك كنت جاي اقول لك. رئيس ايش سويت رئيس؟ Thank you.
امشيني ولك من عمي ما تمشيني ولك امشيني امشيني اي والله استاذ ناصر رحم الله والديك هسه اليوم انه ثالث من الرابع مو اليد ما هو وهسه هل نص الليل وانا كاب الباب وقاعد رحمه الله بس رحم الله والديك استاذ ناصر هلا بي وابو الحك هذول اخواني وولد عمي سمعتهم يحجون بالسلاح اوه وينهم هسه؟ ما ادري وين راحوا قوم لنا قوم يا ابوي يا علي يا ابوي ليش يا ابويا قبوري ليش كله من وراك شفت كله من وراك لو خلي ورا الدولة ابويا راح علي يا ابويا ليش يا سيدي ليش ابويا خبوري بس ما وقع علي انا تدري كل ساعه تخيل يا يمي كل ساعه هيك هسه مو هذا بصف كرسي كنا قاعد يم علاوي ابني علاوي ابويا الكرسي فارغ ما هو علاوي انت يمكن عقلك زاب شيء لا 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 هذا ابني هذا ابني قاعد بصف والله الكرسي فارغ ايه علاوي الكرسي ايه فارغ ولك هو ها ايه علاوي وي ليش هيك شي لعب قلبي علاوي وي علاوي فين ورا ضحكتك علاوي وي ليش مو يعرفني ورحت خلني اشوف بك بوي ايه تعال فين ورا اشوف لك بوي يا ريحتك يا ابوي وي ها ها وي الكرسي فارغ عقلك زاب شيء كله من ورا سلبي لا 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 سببه يعني لا 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 هو هذا ايه هو هذا علاوي شوفه عبالك تفلت من قبضة القانون لا سيد ما حد يقدر يفلت من قبضة القانون زين اقول لك هسه انت ما تعلم الدرس سيد تعلم الدرس وهذا الدرس يسمونه دروس الانتقام زين انا عندي سؤال اسالك اياه جواب سيد شنو تريد توجه كلمة للي سووا نفسكم هسه؟ والله ما انصحهم يدخلون هذا الطريق لأن اكو شيء اسمه أمن واكو شيء اسمه الجيش العراقي وياخذ مجراه اكو قانون ياخذ مجراه احنا راح ناخذ منك لا سيدي زين هسه ما صار لك درس؟ سيدي صار لي درس وهذا الدرس يسمونه دروس الانتقام أتمنى كل واحد ما يدخل من هذا الطريق أحسن لأن هذا الطريق متاهة ترجعون للدولة